الكريم ذي الرحمة، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى المجتبى المختار مفتاح باب الرحمة والنعمة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه واتبع هداه في كل مهمة، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فمن رحاب الأزهر المبارك الشريف نواصل دروسنا في تعلم الخلق الكريم رجاء رضوان ربنا الكريم ودخولنا في دائرة القرب من حبيبه العظيم صلى الله عليه وسلم. وقد حدثنا الشيخ عن علامات حسن الخلق التي أظهرها احتمال الأذى، وحدثنا عن وقائع وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تسلسلت مثل تلك الوقائع مع الصحابة ومع التابعين مع تابعيهم بإحسان. ولكن أكثر أبناء المسلمين يجهلون تاريخ الإسلام ويجهلون تاريخ أصولهم وأوائلهم الكرام، ونقصت عظمتهم في قلوبهم بسبب ذلك، وبذلك انحط تعظيمهم للدين نفسه وقصر حظهم من الدين نفسه. فلا بد من أن يراجعوا أنفسهم في شحن أذهانهم وعقولهم بهذه الأنوار الساطعة من سير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فهم خيار الأمة أثبت الله لنا اتباعهم في قرآنه. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كيف نتبعهم إن لم نعظمهم؟ كيف نعظمهم إن لم نعرف مناقبهم وشمائلهم ومكارمهم وفضائلهم وأخلاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر لنا ما ذكر من تلك الأخبار، وذكر عن الأحنف بن قيس أنه كان واحد من السبابين الشتمين، يسبوا ويشتموا وهو ساكت لم يجبه لحلمه، حتى وصل إلى طرف المدينة ووقف على باب الشارع، على أول الشارع، قال: إن كان عندك شيء في نفسك كمله حتى لا يراك بعض سفهاء الحي فيضربونك ويدونك، إذا شافوك تسبنا فأحسن أنا بأصبر هنا حتى قبل ما نظهر عليهم، كمل كل اللي في نفسك. سبحان الله، استحي على نفسك كمل الذي معه أنت. وهكذا سبحان الله، قال بعضهم هو يسب سيدنا علي زين العابدين بن الحسين وهو يغضي عنه، شاف ما يتأثر ولا يتغير ولا يرد عليه، قال: إياك أعني، أنا أقصدك أنت، إياك أعني. قال له: وعنك أغضي. أنت تعنينا وأنا أغضي عنك، تفضل تفضل قل ما تشتهي. رضي الله تعالى عنه. وهكذا في شأن الحلم، ومما يذكر عنه أن غريبا قدم مرة إلى المدينة ومعه صرة فيها 1000 درهم، تركها في الموضع الذي نزل فيه في المنزل، وخرج يصلي العشاء وصلى مع الناس وخرج من الصلاة، ففي الطريق خطر على باله أنه نسي الصرة في المسجد، غفل منه ما فيه. رجع حصل الناس قد خرجوا وهذا يصلي عند السارية ما يعرفه من، جاء الوسوسة والشيطان قال: يقين هذا الرجال هو الذي سرق، وخبأ الكيس حقك من شأن الناس يروحون وهو يأخذه. فإذا بو يطيل الصلاة قرب لعنده قال: لا تطول الصلاة، هات الكيس حقنا. لما أحسبه خفف قال: مالك؟ قال: إيش مالك؟ كيس فيه 1000 درهم. قال: اسكت، من ستر مسلم من ستر والله في الدنيا، خلاص استر عليه. خرج إلى بيته وأعطاه 1000 درهم، قال: خذ هذا. هذاك أخذها، لما دخل إلى البيت الذي نزل فيه حصل كيسه هناك موجود والدراهم موجود. قال: ها، ومن هذا الذي كذبت عليه واتهمته بالسرقة ولا غضب وأعطانا من عنده؟ خرج حمل الكيس يقول لبعض المدينة: بيت من هذا؟ قال: بيت علي بن الحسين. قال: آه، زين العابدين، أنا ما حصلت أحد اتهمه بالسرقة إلا أهل بيت النبوة، هذا إيش المصيبة اللي علي هذا؟ وخذ مسكين متأثر يبكي، دق الباب، خرج له سيدنا علي: مالك؟ قال: عفو، أنا وجدت كيسي وسط البيت وأنا كذبت عليك وأنت الطاهر بن الطاهر،
من الطاهرين حشاك من السرقة وسامحني. قال أنا قد سامحتك من أول مرة من قبل ما تروح من عندي. قال هذا حقك. قال لا وهذا خذه، إن أهل بيت إذا أخرجنا شيء لا نعود فيه، هذا لك فوق حقك. قال خذ فوق حقك، هذا فوق هذا، روح قد طيبنا أنفسنا لك وأنت مسامح رضي الله تعالى عنه. كيف لو حد اتهمك إيش تصلح؟ فإذا نقول لنا أنت حسن الأخلاق، خلي التبجح شوي شوي، أقل شيء تعترف تعرف نفسك وتحاول تحاول محاولة تقرب. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فتشبهوا، من تشبه بقوم فهو منهم يلحق بهم في الآخرة. وهكذا قال بعض الذين مشوا مع أحد شيوخنا الحبيب عبد القادر السقاف عليه رحمة الله، ركب السيارة معه السائق، واحد جاء من الذي يحب الخدمة والإكرام، قفل الباب فقفل على يده. أنت تعرف باب السيارة كيف يألم الأصابع، وسكت ساكت ولا تقل وخلى السائق يمشي. بعد ما مشى وغابوا عن الرجل قال وقف افتح الباب عليه، والخرج أصابعه محمرة وتكاد تنقطع من هذا. قال إيش هذا؟ من أول ما قف عليك ما تتكلم. قال هذا جاء بنية صالحة وقفل، فما أردنا نكسر خاطره، نصبر خلوه يروح، لما بعدنا منه الآن خرجنا اليد خلاص، ما رضي يخرج يده قدامه حتى لا ينكسر خاطر هذاك. وهكذا الأخلاق من قديم الزمان إلى من أدركناهم من الشيوخ الصالحين كلهم على هذا المنوال، رباهم محمد رباهم. فيا من ربيتهم بمحمد ربنا به، ربنا به يا الله، وهذبنا به وخلقنا بأخلاقه برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا علي بن أبي طالب مع واحد من الغلمان مملوك جالس عند الله جنبه عند الباب، هو احتاجه يقول يا فلان ما جاوب، يا فلان ما جاوب، يا فلان. ثالث مرة قام حصله جنب الباب مضطجع، ها ما سمعت؟ قال من أول صوت سمعتك من أول مرة. قلت لماذا لا تجيب؟ قال أمنت عقوبتك، أنا داريبك علي بن أبي طالب، لا بتغضب لنفسك ولا بتضربنا ولا بتذينا، تكاسلت أمنت عقوبتك. قال اذهب فأنت حر لوجه الله، قد أعتقناك. وقد سقط له يوما درع من دروع الحرب، فلقطه واحد من اليهود، فلقيه يوم معه قال يا فلان هذا درعي. قال ابدا ليس درعك، هذا لي انا. قال هذا درعي اعرفه تماما بالضبط، سقط علي اخذته. قال ابدا هذا ملكي وليس درعك. كيف تقول هكذا؟ قال بحاكمك. قال بحاكمك الى من؟ الى شريح. ايام اماره سيدنا علي هو امير المؤمنين، راح له عند القاضي شريح هو اياه، استقبلهم، جلس عند القاضي شريح يقول له انما هذا اخذ درعي. قال ما تقول؟ ما تقول في 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 هذا؟ قال ابدا الدرع درعي وانا اخذته. قال يا امير المؤمنين عندك بينه على الرجل؟ قال عندي بينه، عندي غلامي قنبر وعندي ابني الحسن. قال اما غلامك نجيز شهادته الحسن، لا ابنك. قال ما سمعت النبي يقول فيه انه سيد اهل الجنه؟ قال نعم. قال ما تقبل شهاده سيد اهل الجنه؟ قال والله اني اعلم لانه صادق ولا اوثق منه، ولكن شريعه رسول الله امرنا لا نقبل شهاده الابن لابيه. وقف سيدنا علي، قال اليهود يسر خذ الدرع خلاص روح. قال ها امير المؤمنين يحاكمنا الى عند القاضي، والقاضي يريد يثبت الحجه ما قبل ابنه ويحكم بالدرع لي؟ هذا درع امير المؤمنين انا سرقته، انا كذاب، هذا درعك ودرع المؤمنين انا اخذته، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. قال سيدنا علي والدرع لك وفوقه كذا كذا درهم، خذه لك مني هديه. لما راى كيف العدل كيف الحكم كيف، شوف اللي يتشدقون بالاحكام عندهم، تعرف دعايات اعلام، تعرف اعلام ولعب اعلام، لعب اعلام، لكن واقع الامه العدل عند هؤلاء، العدل عند هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، العدل عند محمد، عند الأنبياء، عند أصحاب الأنبياء، عند الصالحين من الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقالت امرأة لمالك بن دينار يمشي في الطريق في البصرة، يا مرائي، واحد عارف بالله صالح إنسان تسبه يا مرائي، التفت إليها
قال أنت جيتي على اسمي الذي أظل أهل البصرة، وأهل البصرة ما جاءوا عليه، أنت جيتي على وصفي الحقيقي، صح كلامك. سبحان الله، خجلت على نفسها واستحيت، قال هذا هو، أن الوصف هذا فيه، لكن ما جاءوا عليه أهل البصرة كلهم، أنت عرفتي الحقيقة، رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا، فانظر الآن ما مستوانا في حسن الخلق، هذا سوق الأخلاق. فإذا عندك بضاعة دخلها السوق تعرف إيش البضاعة اللي عندك، هي تسرق ولا لا؟ وأما خارج السوق تصلح عليها كلام طويل عريض، دخلها لوسط السوق تعرف وين قيمتها وين مستواها وكم تساوي. فالله يكرمنا بنصيب من حسن الأخلاق، ونتابع القراءة في الكتاب. الطريق في رياضة الصبيان وجه تأديبهم، ذلك من أهم الأمور وأوكدها، فالصبيان أمانة لدى آبائهم وأمهاتهم، وقلوبهم جواهر نفيسة قابلة لكل ما نقش ومائلة إلى ما تمال إليه، فمن عود منهم الخير نشأ عليه وسعد وشاركه أبوه وكل معلم له، وإن عود الشر وأهملا شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم والوالي عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيجب على الأب والولي أن يؤدب صبيه ويهذبه وبحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده اتباع الشهوات والتوسع في الملذات، ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل في حضانته إلا امرأة متدينة تأكل الحلال. ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور الحياء، فإنه إشراق من نور العقل عليه، وتلك هدية من الله. فالصبي المستحي ينبغي ألا يهمل، بل يستعان بحيائه وتمييزه، فينبغي أن يؤدب في الطعام، فأول ما يغلب عليه من الصفات هو شره الطعام، ولا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وليسمي الله، وليأكل مما يليه، ولا يبادر قبل غيره، ولا يحدق النظر إلى من يأكل، ولا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، ولا يوالي بين اللقم، ولا يلطخ يده ولا ثوبه، ويعوض الخبز القفار في بعض الأوقات، ويقبح عنده كثرة الأكل بتشبيه صاحبه بالبهائم، ويحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بما تيسر، ويحبب إليه الثياب البيض، ويحفظ عن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه في الرفاهية والمظاهر الفاتنة الكاذبة. ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار، لينغرس في نفسه حب الصالحين. نعم، الحمد لله. وهذا كما ذكر الفصل من أهم الأمور وأوكدها التي نحتاج إليها، أمانة الله عندنا في صبياننا أبنائنا وبناتنا، أسر المسلمين هي أماكن التربية، هي أماكن التحصين، هي أماكن البناء، هي أماكن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسر المسلمين عموم أحوال المسلمين يمكن قياسه من أحوال الأسر، كيف يكون حال الأسر حتى عندما تأتي الفتن بأنواعها وتنتشر في الأمة، كيف أحوال الأسر؟ على قدر صلاح الأسر يحصل نصيب من الحفظ، نصيب من الترابط والتماسك، نصيب من درء الفتنة والشر. ولكن إذا الأسر فسدت من الداخل فالفساد مستشر في حال الأمة اقتصادا وحكما واجتماعا وفي أنواع المعاملات. فشان الأسر شان عظيم، أثر يبدأ من الصغر يسير ولكن يترتب عليه أمر كبير في الحياة. أمانة عندنا أبناؤنا وبناتنا، يجب أن نراعي حق الله فيهم ويتمننا عليهم، فكما أننا مكلفون بكسوتهم الحسية فعلينا كسوتهم المعنوية، بتغذيتهم الحسية بالطعام فعلينا تغذيتهم المعنوية بالقيم بالأخلاق بالمعارف بالعلوم. وهكذا قال: الصبيان أمانة لدى آبائهم وأمهاتهم، يسألهم عنهم الرب جل جلاله، وقلوبهم جواهر
من حقها أن لا ترمى وأن لا تقدر، وقلوبهم جواهر نفيسة قابلة لكل ما نقش فيها ومائلة إلى ما تمال إليه. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فمن عود منهم الخير نشا عليه وسعد وشاركه في الفضل والثواب والأجر أبوه وكل معلم له وأمه وكل من ساعد على تهذيبه وتعليمه. وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك في نفسه، وكان مثل الوزر على أبيه وعلى القيم عليه، على من تولى عليه، على كل من كان سبب لإغوائه. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار، وقودها الناس والحجارة أجارنا الله منها. كيف نقيهم من النار؟ في نعطيهم شيء لباس ضد النار من شان إذا جوا في القيامة يلبسونه أو في شيء ممكن؟ لباس التقوى، نعلمهم التقوى، نقيهم من النار بتهذيب أخلاقهم، بتنشئتهم على الإيمان، بتعليق قلوبهم بالرحمن وتعظيمه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا قال: يجب على الأب والولي أن يؤدب صبيه ويهذبه أول شيء بحفظه من قرناء السوء، ما يضره مثل الصور السيئة التي يراها والكلمات القبيحة التي يسمعها، ومخالطة الفساق والأشرار أول ضرر له من هذا، يغير فكره، يغير اعتقاده، يضعف إيمانه، يكدر قلبه، يوقفه في مواقف سيئة كثيرة. حافظ على ابنك. حتى بعض الأفلام الصبيان واللي يسمونها بالكرتون فيها دسائس، حتى بعض هذا انتبه لصبيك، صبيك أمانة، ما هو كل ما جاءت شركة تدس لك سم وتعطي وتقدمه لولدك. أنت مؤمن وعاقل وتعرف عندك قيم وعندك مبادئ، وهذا أمانة تريد أن تربيه ليقوم بدور في الحياة مبارك. انظر ماذا يسمع ماذا يرى، لا تضيع ولدك وتسيبه. بحفظه من قرناء السوء، ولا يعود اتباع الشهوات والتوسع في الملذات، بل يعود التوسط، يعود موجب السلامة والبعد عن الندامة. وهكذا إذا رأى فيه مخايل التمييز وبدأ عنده الحياء من بعض الأشياء، فليعلم أن نور العقل بدأ يصل إليه هدية من الله تعالى. حينئذ يتعامل مع عقل الصبي على مقداره في الصغر، يستعان بحيائه وتمييزه على تربيته. فأول ما يكون شره الطعام عنده، ما حد يستغني عن الطعام، فبدأ من عند الطعام أدبه، علموا آداب النبي في الطعام. اترك ولدك في البيت وهو صغير يأكل بأدب النبي، يأكل بسنن النبي، يبدأ تحسينه هنا، يبدأ تنوير قلبه، يبدأ تنوير فكره، يبدأ قوة إيمانه من خلال الأكل. إن الله يحب من عبد يأكل أكلة فيحمده عليها، يشرب شربة فيحمده عليها. من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. نأكل ونحس المغفرة، إيش تشوف الشريعة هذه؟ ها؟ تقول لك تأكل لكن بأدب، خذ لك مغفرة فوقها. الله الله الله، أكل ومغفرة. ها؟ وإذا هكذا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يقول: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. شريعة ما أعظمها وما أوسع منها. يقول: أدب ولدك في الأكل، بسم الله، يأكل إلا بالبسملة، بسم الله، ولا يأكل إلا بيمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. واحد طفل عاد جلس يأكل معهم، قال: جعلت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي: يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، بالأدب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا. وهذا يحتاج، يمكن عاد الأب أو الأم هو مقصر في هذا، فينتبه ما يتناول الأكل قدام ولده باليسار ويأكل بديه، وإلا بالاثنتين معنا، يقول ساعة بديه وساعة بديه شوي شوي، ماذا أكل باليدين والأكل باليمنى ويسار. حتى إذا كان في يدك الطعام وتريد تشرب، ضع الإناء فوق كف اليمنى، لأنه في اليد الطعام وما تريد أن يصل إلى الإناء طعام،
احمله باليسرى لكن ضع فوق كف اليمنى واشرب حتى تكون شربت بيمينك، ولا بس تمسك بهذا لكن الحمل باليمين، تمسك باليمين. هكذا آداب لكنها مؤثرة، لكنها نافعة، لكنها منورة للقلب، لا تتركها، لا تهملها. الله تعالى وصف الكفار قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكن المؤمن ما يأكل كما تأكل الأنعام، يأكل ببسملة، يأكل بيمين، يأكل بنية التقوي على الطاعة. وهكذا وانظر إلى الأداب حتى فيما يتعلق بالمصلحة الظاهرية، قال لا يسرع في الأكل، يجيد المضغ، وهذا أمر صحي صحي ولكن أيضا نبوي سني، سنة من السنن لك فيه ثواب، ولا يوالي بين اللقم، وما يلطخ يديه ولا ثوبه، أحيانا خبز قفار يعني خبز خالص، يعني أحيانا إدام من هذا النوع، أحيانا من هذا النوع، أحيانا من هذا النوع. قال سيدنا عمر لابن عمر لما دخل عنده يقول له كل يوما كل يوما خبزا ولحما، ويوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وعسلا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا قفارا، هكذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا. لا تتعود التوسع في شهوات وملكها عليك، تبقى بعدين أسير لها، إذا نقص شيء ما عاد قدرت تقوم بالمهمات ولا تؤدي الواجبات، أو جاءتك ظروفكم تتعب كثير، لكن إذا قدك متعود تمشي بحال طيب. وهكذا قال يحبب إليه الثياب الطيبة، يبعده عن كثرة التولع بالزينة أو كثرة التوسع في المآكل والمشارب، إلى الاعتدال، إلى ما ينفع، إلى ما يفيد. والله يوفقنا وينظر إلى أولادنا ويجعلهم بررة. يا رب انظر إلى أولادنا واجعلهم خيرة، يا رب ننظر إلى أولادنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أسمعنا منهم أطيب النداء يوم التناد، حتى نكون في الآخرة بهم من أغبط الآباء بالأولاد، وتجمعنا وإياهم جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا رب العالمين.